مش بس الكابتن صفوت عبد الحليم ولا بس عمر صفوت عبد الحليم اللي اتكلم في النقطه دي، ده كمان في بعض اللاعبين كانوا جوهره سوداء ضلت الطريق، ولكن النادي الاهلي اعادها تاني من جديد اليه، لان حس النادي الاهلي ان فتره شباب هذا اللاعب يعني حرمته بسبب بعض التصرفات من انه بالفعل يكون احد اساطير كره القدم المصريه، وهو الكابتن محمد عباس. عنده تعقيب مهم جدا على حاله وعلاقه النادي الاهلي بيه، نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. دلوقتي بتعمل ايه؟ انا ما بعملش حاجه دلوقتي، انا كنت في الفتره اللي فاتت دي كنت تعبان شويه. انا عامل دعامه، كان عندي شرايين. الف سلام عليك. في رجلي وقفت، انا بقالي بتاع سنتين ما كنتش قادر امشي على رجلي خالص، وعملت عمليه كبيره السنه اللي فاتت دي، في اواخر السنه اللي فاتت دي. والحمد لله اهو، يعني الحمد لله ربنا. دخلك منين؟ من النادي الاهلي. النادي الاهلي؟ النادي الاهلي ما سابنيش يا كابتن. ما شاء الله. النادي الاهلي ما سابنيش، كابتن خطيب بالذات كمان ما سابنيش، حتى ما كنت بعت وكان بيتصل بيا وتعالى لي تعالى لي الرحاب، بروح له الرحاب. والاكاديميات والحاجات دي؟ سبت انا الاكاديميات، انا ما عجبنيش جو الاكاديميات. ايوه يعني بتتعامل مع ناس. انت راتبك منين دلوقتي؟ من النادي الاهلي. مدرب النادي الاهلي هو اي ظروف انا بتحصل لي، اي مواقف بتحصل لي. يعني في شهريه بتطلع لك من النادي الاهلي؟ من النادي الاهلي. اللي هي تكفيك وتعيشك؟ الحمد لله. الحمد لله. ما تقدرش تقول كام يعني؟ لا. اي حاجه جايه من بيتي، انا باخد فلوس من بيتي، ما باخدش من اي حد. ده بيتي. فرحان اللي بيتي احتضني تاني، ومش شرط الكابتن خطيب السنه اللي فاتت، ما كان عامل احتفاليه واتصل بيا وتعالى، كان عامل رد جميل. كان جايب نجوم مصر كلها يا كابتن. كنت موجود في وسطهم، كابتن حسن شحاته، كابتن الجارم، ومحمود حسن، ومحمود عوض، كابتن مصطفى رياض، كابتن علي خليل، لعيبه كتير قوي. دعوتك في بيتك يا كابتن محمد عباس وسط نجوم مصر كلها، لانك بالفعل نجم من نجوم مصر حقيقي. اللي ما شافش الكابتن محمد عباس ممكن يتخيل ان احنا بنبالغ في موهبه الكابتن محمد عباس، اللي كان بيمتلك في التوقيت ده في الفتره دي القوة والمهارة. كان صعب جدا يمتلك لاعب مصري القوة والمهارة، كان عند ده كان موجود عند محمد عباس. محمد عباس عجبني جدا، كابتن محمد عباس طبعا هو بيتكلم بيقول انا باخد من بيتي عشان هو حقه، ده حق الكابتن محمد عباس. لما بنتكلم عن الكابتن محمد عباس، في بعض في الفترة دي من النادي الاهلي ضلوا الطريق كتير، ومنهم اللي راح تألق في أندية اخرى وبدا يتهم النادي الاهلي، وطبعا عارفينه كويس قوي يعني، ويعني وصل بيه الحال ان هو يصبح كابتن منتخب مصر في كاس العالم. ولكن الكابتن ثابت البطل رحمه الله عليه كان جاي لاعاده الانضباط، كابتن على المعسكر بالكامل، وطلع اتكلم عن النادي الاهلي بشكل سيء. كابتن محمد عباس لما راح النادي المصري لم يستطيع اللعب، قال ما قدرتش اتحمل ان انا البس تيشرت اخر غير تيشرت النادي الاهلي، وانهى مسيرته الكرويه مبكرا. والنادي الاهلي بيرد له فعلا جميل، والنادي الاهلي بيعتبره احد نجوم مصر، لانه بالفعل كان يمتلك القوه والمهاره اللي تخليه لاعب فاز في تاريخ كره القدم المصريه.